بنستقبل عبر الهاتف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري من الجزائر رئيسا لبعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 اللي هتشارك في البطولة العربية إن شاء الله. دكتور إيهاب صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل دايما، بكون سعيد بوجودي معاك زميل عزيز وصديقي طبعا كريم. اشكرك يا بني، والتوفيق دايما ومن نجاح لنجاح. بالتاكيد بالتاكيد، في الاول اكيد تهنئه لنادي الزمالك بعد فوزه اليوم وحسم لقب الدوري المصري الممتاز. بكل تاكيد مليون مبروك لنادي الزمالك، لفريق نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك العريض. مليون مبروك، موسم اكثر من رائع، والفوز بالدرع الدوري العام الثاني على التوالي. الزمالك قدم موسم اكثر من رائع في كافه النواحي داخل الملعب وخارج الملعب ايضا. لعيبه كانوا على قدر المسؤوليه، كان في روح، في حماس، يعني شفناه السنه دي من زمان، وكان في اصرار على التتويج ببطوله الدوري. ده اللي احنا بنتمناه، المنافسه تكون حاميه اكثر من فريق يكون موجود. شفنا مع الاهلي والزمالك بيراميدز موجود، شفنا فيوتشر بدا يخش بالساحه، طلع الجيش، فده اللي احنا محتاجينه الفترات اللي جايه، يكون عندنا اكثر من فريق يكون موجود في دائرة المنافسة إن شاء الله. مرة ثانية مليون مبروك لنادي الزمالك تتويجه بدرع الدوري العام. طيب طمني بقى على بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 اللي هتشارك إن شاء الله في بطولة كأس العرب الموجودة حاليا في الجزائر. البعثة في أفضل حال وإن شاء الله هتشرفنا إن شاء الله. يعني هو المنتخب احنا وصلنا للجزائر بالأمس، والنهارده كان أول تمرين للفريق، استمر أكثر من ساعة ونص. كابتن محمد وهبه النهارده كان شغال على الجانب التكتيكي داخل الملعب. عندنا المباراه الاولى طبعا مع منتخب السعوديه، منتخب السعوديه واحد من المنتخبات القويه جدا في السن ده. جمعنا بيه لقاء ودي من اسبوعين في جده، في اكثر من لاعب مهاري للغايه، بيمتاز بالكره الجميله والكره اللي بتحبها الجماهير المصريه، لكن ان شاء الله منتخبنا يكون قادر على تخطي المنتخب السعودي يوم الاربعاء ان شاء الله. وبعد كده هيكون عندنا مباراه لبنان يوم السبت، ويوم الثلاث هنختم مباريات المجموعه بالمنتخب السوري. بيطلع الاول والثاني من كل مجموعه، في حاله ان شاء الله حصولنا على المركز الاول هنقابل الثاني من المجموعه اللي بتضم المنتخب المغربي والعراق وموريتانيا وجزر القمر. ومرشح بقوه هناك طبعا المنتخب المغربي والمنتخب العراقي. المنتخب المغربي برضه واحد من المنتخبات القويه جدا في شمال افريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا مجموعة كويسة جدا من اللاعبين، من أهلهم اللي احنا محتاجين منهم ايه بعد سنة وبعد اثنين هم يكونوا امتداد للمنتخب الأول. يعني إن شاء الله بإذن الله البطولة حلم اللي احنا بنحلم برضه، اللي احنا نرجع بالكاس عشان ننمي عند فكر الولاد دولة الحصول على البطولات، لكن النتائج في المقام الأول وفي الأخير اللي يهمنا منها حاليا هو تكوين شخصية اللاعب، تكوين مهارات اللاعب، احنا عشان يكون مشروع امتداد الاجيال خلال الفترات القادمه ان شاء الله، لكن هم هيكونوا على قدر المسؤوليه كريم باذن الله. طيب انا عايز اسالك على قرارات اتحاد الكره في اجتماعه النهارده، ابرز القرارات اللي طلعت والكلام عن تعيين الاستاذ محمد غرابه مدير اداري للمنتخب الاول، هل حسم الامر؟ وايضا بسالك كمان عن ملف المدرب المساعد لفيتوريا في جهاز الفني للمنتخب الاول، هل تم ايضا اعلان اسم او اتخاذ قرار بخصوص هذا الشان؟ والله انا يعني الجلسه كانت امتدت طبعا، وانا كنت رحت للتدريب مع المنتخب، كلمت الاستاذ جمال علام، كانت في مكالمه، لكن يعني قلت له حتى بعد ما ارجع من التدريب هيكون في مكالمه بينه وبينك. سالته فقط عن مواعيد انطلاق الدوريات المختلفه، وقال لي خلاص يعني زي ما اعلنا قبل كده 16/10 الدوري العام، والدوري القسم الثاني برضه هيكون 13 و19 القسم الثالث، وده اللي قرره المجلس النهارده بعد عرض الحاج عامر حسين. لكن ما يتعلق بالامور الاخرى يعني لغايه دلوقتي لسه ما كلمش الاستاذ جمال، اشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي النهارده. طبعا هل حضرتك علم عن الغاء وديه الارجنتين خلاص؟ يعني اللي عاوز اقول لك ان الارجنتين كانت العمليه قريبه جدا، وكان شبه اتفاق بيننا وبين المنظمين. هو اختلاف في الموعد ده اللي اجل الموضوع، او يعني زي ما بنقول ما خلاش المباراه تكتمل، لكن الامور كانت كلها طيبه للغايه، وكان هناك شبه اتفاق. عشان كده لما اعلنا بعد الاجتماع الاسبوع الماضي وقلنا في وديه مع الارجنتين، بالفعل كانت في وديه، وكان خلاص منتظرين امضاء العقود، لكن كانت الامور كلها متوقفه على تحديد موعد المباراه. تضارب المواعيد هو اللي للاسف الشديد زي ما انا عرفت ان المباراه اتلغت بسبب تضارب المواعيد وليس عقد. في مواجهه قدام المنتخب البلجيكي؟ ولغايه دلوقتي برضو الامر معروض، والبرزنتيشن شغال على الامر، على ماتشين
الافريقيين او على المنتخب البلجيكي اللي هو مقدم عرض ايضا لي اللي هو يكون مع منتخب مصر في المباراه الوديه، والامور دي كلها هتحسم خلال ايام قليله باذن الله. طيب سؤالي الاخير ليك يخص انديه الدوري الممتاز به واعتراض بعض الانديه على فكره اقامه الدوري من 18 فريق الموسم اللي بعد المقبل، وتهديد بعض الانديه انه يبقى في جمعيه عموميه غير عاديه لسحب الثقه. انت راجل من اكتر الناس اللي تعرف مشاكل ومعاناه انديه الدوري الممتاز به، وتعرف ان هم ممكن يكون لهم اسبابها، لهم اسباب في هذا الامر. هل هيبقى في جلسه قريبه او مقتربه تقعد مع الانديه دي، او اتحاد الكره يقعد مع الانديه ويسمع طلباتهم؟ طبعا يعني كل الاحترام للجمعيه العموميه، حق اصيل، وطبعا اي قرارات بتكون خلال الانديه بنناقشها باهتمام شديد جدا. هم بعتوا المطالب بتاعتهم للاتحاد، وصلت للاتحاد بالفعل، لكن عاوز اقول لحضرتك ان احنا قبل ما نقدم على الخطوه دي قعدنا مع انديه معظم انديه القسم الثاني والثالث في الجمهوريه كلها، سواء كان في بحري او في الصعيد او في مدن القناه. كان الاعتراض في البدايه على ان الدوري يكون 24 نادي، تم تخفيض الدوري ل 18 نادي. زي ما قلت لك يا كريم، من حقهم ان هم يكون لهم وجهه نظر مخالفه، ومن حقهم ان احنا نقعد ونتناقش، لكن انا لكن بقول وباكد على ان الدوري ده في مصلحه الكره المصريه وفي مصلحه الانديه الشعبيه قبل اي شيء. قبل كده انا كنت بعترض على اقامه الدوري دي في مجالي السابق، بس كان اعتراضي من منبع ان لازم يكون احسب التكلفه الاول عشان اقدر اخلي الانديه تقف على رجلها. بما ان الدوري ده هيسوق وتسويق كويس جدا، يبقى بالتالي الانديه الشعبيه اللي بتشتكي من نقص الامكانيات هقدر ان انا اديها موارد ماليه تواجه بيها الانديه الخاصه وانديه الشركات. وقلت انا سؤال قبل كده، قلت له قولوا لي كم نادي شعبي صعد الدوري الممتاز خلال السنوات الاخيره، وكم نادي شعبي هبط من القسم الثاني للقسم الثالث في ظل نظام المسابقات الحالي. فكانت الاجابه ان مين اللي صعد؟ اسوان ومعاها مثلا غازي المحله. بقيه الانديه هبطت، انديه كثيره جدا هبطت، طنطا هبطت، جمهوريه شبين هبطت، دمنهور هبط، الرجاء، الزرقاء، المريخ، بني سويف، انا سوهاج، كل دي هي الانديه الشعبيه اللي هبطت دمياط من القسم الثاني للقسم الثالث. وبالتالي انا دلوقتي لما اديك ميزه تقدر تواجه بها انديه الشركات والانديه الخاصه، يبقى ده في صالحك وليس ضدك. فده انا ما زلت مصمم على رايي ده، لكن طبعا ما يصدر عن الجمعيه العموميه يحترم بكل تاكيد، ومسار طبعا مناقشه داخل المجلس باذن الله. صحيح. دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة من الجزائر.